بونسوار لكل ولادنا. قررنا النهاردة نخلص لكم الوحدة الأولى علشان تذاكروها كلها على بعضها حتة واحدة. احنا من شوية لسه مخلصين مراجعة التفاضل والإجابات رائعة ما شاء الله عليكم. إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الباطن. أهلا وسهلا بيكم مرة تانية أبنائنا الأعزاء. أبنائي وبناتي طلبة الثانوية العامة والأزهرية، أهلا بيكم في مدرستنا أكاديمي. عايز أعمل لكم مراجعة حلوة قوي على النحو، وخاصة الوحدة الثالثة أسئلة كتيرة نحل عليها، لأن على فكرة دي منها كتير في امتحان ثانوية عامة 2021 بالنظام الجديد. تعرفوا الناس اللي قايمة على خدمتكم هنا ناس كبيرة، يعني مش أي حد، يعني والله العظيم بجد ناس كبيرة قيمة وقامة والله العظيم. لكن إن شاء الله إن شاء الله هنستوعب كويس قوي وهنفهم كويس قوي، ولو في أي استفسار مستعدين نرد عليها. أسئلة ما بتجيش بالصعوبة اللي احنا بنشوفها في بعض الكتب وهكذا. أنا مش فاهم شيئية. طب يا إسلام، شيئية يا إسلام بمعنى إيه؟ إن الفهم أولاً، الفهم أولاً مع التطبيقات، وده أستدل إن النظام فعلاً كده من واقع الأسئلة اللي هي اللي احنا قلنا عليها مرة قبل كده، اللي هو امتحان الدور الأول والدور الثاني، والشرح يكون بأسلوب سهل وبسيط. ودايما شعاري ان الاحياء كما ينبغي ان تدرس كده. عشان نعمل معايره، دي تجربه واي تجربه لها ادوات. يعني مياه عذبه ولا مالحه؟ مياه عذبه. يعني لو انا خدت الانيبه وحديتها ليه مياه مالحه يحصل ايه؟ تعال نشوف. بس قبل ما نبتدي في لذيذ ذات الحدين، كان في اختبار انا وضعه الحاله اللي فات. ارجو من ابنائنا الطلبه ان هي تتابع الحلقات وتحل برضو الاختبار ده وتشوف مستواها ايه في بعد الحلقة. لكن بص على الجيش المصري، تلاقيه بيدافع عن البلد حتى لو هو هيموت. طب بيموت ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال من مات مدافعا عن ارضه، ارض دي هي وطنه وهي عرضه، يبقى شهيد في سبيل الله. برضه هنعمل شوية سيتواسيون بقى. ايه سيتواسيون؟ قلنا السيتواسيون هي الفلتر بتاع الوحدة. هعرف ازاي ان انتوا ذاكرتوا حافظين كلمات وفاهمين غير من السيتواسيون. طلع اسئله الاسبوع ده ونجاوبها الاسبوع اللي ايه اللي جاي. فاحنا نرضي مين بالظبط؟ يعني يا ريت تكتبوا انتوا عايزين ايه بالظبط، يعني حددوا انتوا عايزين ايه واحنا هنعمل اللي انتوا عايزينه.